لو انت عايز تركب القمة بشكل صحيح، 4 حاجات تحفظهم زي اسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم. تحياتي لكم جميعا وكل عشاء ومحبي صناعة الملابس. انا خالد سميح. القمة، في ناس كتير عندها مشكلة في تركيب القمة، وطبعا في ناس اساتذه كتير يعني، فدايما انا معلوماتي للي ما عندوش خلفيه او اللي معلوماته على قده يعني، عشان في ناس هتقول لك لا احنا بنركب كم كويس، احنا تمام زي الفل، مش هم دول اللي انا بتكلم. وعموما في 4 قواعد اساسيه لتركيب الكم عشان خاطر تتاكد ان الكم صحيح بنسبه 100%. ال4 حاجات دول يا ريت تحفظهم زي اسمك. لو انت عايز تركب القمة بشكل صحيح، 4 حاجات تحفظهم زي اسمك. نمرة 1، نتأكد من دوران الجيرو للقمة يكون واخد شكل بيضاوي. نمرة 2، نفس الشكل البيضاوي دوت بيكون شكل الجيرو للصدر وللظهر. نمرة 3، تشريب الكم، لازم الكم يتشرب يعني يتجمع. نمرة 4، ودي الأهم ودي اللي ممكن ناس كتير ما تعرفهاش، تقديم الكم سنتي. يعني ايه تقديم الكم سنتي؟ وليه تقديم الكم سنتي؟ ليه الكم ما بيركبش في نص الكتف يعني؟ بشكل بسيط، احنا ايدينا ما بتبقاش في جنبنا، احنا ما بنقفش انتباه، فدايما ايدك جايه لقدام كده شويه، فطبيعي ان انا اقدم الكم سنتي عشان الكم بياخد شكل الايد. يبقى ال4 اسباب او ال4 حاجات اللي هنحفظهم زي اسمنا: 1، دوران جيرو الكم. 2، دوران جيرو الصدر مع الظهر. 3، تشريب الكم. 4، تقديم الكم سنتي. طب الحاجة دي نشوفها بشكل عملي، نشوف ازاي بيبقى شكل الكم، ونشوف ازاي بيبقى شكل الجيرو، ونشوف ازاي تقديم الكم سنتي. نعمل باترون مع بعض ونشوف. طبعا زي ما انتم عارفين ده باترون السيدات، اسهل واسرع طريقة في العالم لعمل الباترون. طبعا هطلع لكم الباترون بشكل سريع عشان خاطر نشوف الحاجه اللي احنا قلنا عليها ديت. نجيب الورق بالشكل ده. هنطلع طبعا باترون اساسي عادي عشان خاطر نعرف ال4 حاجات اللي احنا قلنا عليهم اللي احنا هنحفظهم. ده كده فرخ الورقة. هنجيب باترون الصدر، هنشتغل على اي مقاس، وليكن مثلا مقاس 38. مقاس 38 عندنا باللون الاخضر، فاحنا هنمشي في الفراغات اللي هي باللون الاخضر بالشكل ده كده. الفراغات اللي هي باللون الاخضر احنا بنطلع باترون الصدر. هنمشي في كل الفراغات، كل الالوان اللي هي هتقابلنا، يعني كل اللون الاخضر اللي هو هيقابلنا. ده خط الارداف، ده خط الوسط، ده بنسة الصدر، ده خط الصدر، ده المرد لأعراض الزراير، كده تخيلوا باترون الصدر خلص. مش عارف إذا كان ال جهاز مسطرة، ماشي فيه مسطرة،
مش عارف اذا كان النقط باينه ولا لا، بس انا عايز اوريكم الباترون. فانا ممكن اعمل لكم النقط دي بقلم تقيل شويه عشان تشوفوا ان الباترون طلع دقايق معانا. انا بس براجع على النقط عشان لو مش باين في الكاميرا يبان، لان طبعا التصوير انا اصور لوحدي، محدش بيصورني. فانا براجع على النقط اهي تاني. هوصل النقط ببعض بالقلم الفلوميستر. طبعا لو انت بتشتغل بالباترون ده، ما انتش محتاج ان انت تراجع بالقلم الفلوميستر كده، هو القلم اللي جاي بتشتغل بيه وهو الباترون واضح يعني. بس انا عشان بحاول ان انا اوضح للكاميرا يعني، اوصل البينس ببعض. الشكل ده طبعا دي جلسة صدر عادية لباترون مسطح. قلنا لو انا عامل سوارهات في عبوة جلسة صدر او بومبي هنشرحها في حلقة تانية. احنا دلوقتي بنتكلم على الكم وعن الاربع اسباب اللي يخلونا الكم يركب بطريقة صحيحة بنسبة 100%. ده كده باترون صدر مقاس 38. اعتقد ان كده الباترون واضح، اعتقد ان هو واضح كده للكاميرا. نقص الباترون بتاع الصدر. الشكل ده انتوا لو لاحظتوا يعني باترون الصدر دوت ما خدش اكتر من دقيقة على الباترون، بس طبعا انا عشان خاطر رجعت الالوان عشان خاطر يبان ليكم. ده الريفير على اساس لو انا بعمل الباترون دوت عشان جاكيت بستخدم ريفير، الريفير موجود. لو انا بستخدم بلوزه بمرد هستخدم المرد والغي الريفير، لو انا هستخدم صدر مقفول هلغي المرد وهلغي الريفير. ده باترون الصدر طلعه في دقيقه. هنطلع باترون الظهر. بنفس الفكره، حط باترون الظهر على حرف الورق. احنا اشتغلنا مقاس 38 باللون الاخضر، هنعمل علامات ايه باللون الاخضر، الجيرو. الجنب ده باترون الظهر زي ما قلت لكم. الظهر ليه نوعين من البنس، في بنسة في نص الظهر بتستخدم في السوستة، ده في حالة ان انا مش عايز اعمل بنستين اللي هم في الجنب، ممكن استخدمهم في السوستة، ودي غالبا بتستخدم في السواريهات. ادي البنسة. طبعا مش هضيع وقتكم بقى واعيد تاني بالقلم الفلوماستر، انت عرفتوا بس الفكرة بالقلم الجاف. دي بنسة السوستة او بنسة نص الظهر، دي البنسة العادية اللي في الظهر. ده كده باترون الظهر، مش عارف النقط باينة ولا لأ، بس ده كده باترون الظهر. هقصه
ده باترون الظهر، وده باترون الصدر، ده ايه اللي باترون الكم، وده اللي احنا بنتكلم عنه. نطلع باترون الكم، احنا عملنا اللون الاخضر، هنا مكتوب جيرو الكم، هنا راس الكم. همشي في جيرو الكم بالشكل ده، هنزل على راس الكم كده، الكم طلع معايا اعتقد يعني في ثواني. وزي الكم ما هو في مشكله في خياطته عند ناس كتير، في مشكله في قصه كمان عند ناس كتير. احنا طلعنا الكم دلوقتي في اقل من دقيقه اعتقد، يعني نقص الكم بالشكل ده. تمام. طبعا الكم في امام وفي خلف. الامام باخد على ما فيش من فوق كده نص سنتي تقريبا على الجيرو، وبعمل فرد في الامام عشان يكون ده امام الكم. تمام. الاربع حاجات اللي احنا قلنا عليهم ده الصدر والظهر، الزقهم كاننا قفلنا. مبدئيا شايفين دوران الجيرو عامل ازاي؟ هنقفل الكتف، كده كأننا قفلنا الصدر على الظهر والكم. طبعا بعد ما تتقفل بالشكل ده تمام. يبقى الاربع حاجات اللي قلنا هنحفظهم، واحد بعد ما نقفل الكم نتأكد من ان جير الكم بالشكل ده بيضاوي كده، ده اول حاجة ان الكم بتاعي صحيح. الكم بقى مديك سبعة، مديك ايا كان الشكل لازم يتدور معاك يبقى الشكل كده بيضاوي، لان شكل الانسان اسطواني مفيش لا سبعة ولا في مربع. فإذا الكم عشان يبقى راكب بالشكل الصحيح لازم يكون الشكل البيضاوي ده. ده واحد. نمرة اتنين، جيرو الصدر وجيرو الكم زي ما انتم شايفين بيضاوي. إذا الكم لما يركب مش هيبقى فيه شد تحت الباط، مش هيبقى فيه عندي أي مشكلة. تمام. طبعا الكم انا بنصص الكم، يعني ايه بنصص الكم؟ يعني الكم عند الخياطة
وعندي نص الكم كده بعمل فرد هنا، يبقى انا كده نصصت الكم. اجي على اهم حاجة، ودي اللي ممكن ناس كتير ما تعرفهاش حتى الصناعية اللي شغالين، تقديم الكم. الطبيعي ان اي حد دلوقتي هيقول لي هركب خياطة الكم على خياطة الجنب، نعمل علامة على خياطة الجنب عشان يبقى عارفينها. العلامة الحمراء دي خياطة الجنب. الطبيعي دلوقتي اللي بيشوفني هيقول هنعمل برضو نعمل علامة على نص الكم، خياطة الكم. الطبيعي دلوقتي اللي هيقول لي ان انا هعمل خياطة الكم على خياطة الجنب، ونص الكم هعمله على نص الجيب فوق. تمام؟ لا، الكم هيتقدم سنتي، هاجي من بعد النص الخياطة دي، هاجي اروح مقدم سنتي كده، اروح قاصر اقدم الكم كده سنتي، واروح مساوي الاتنين مع بعض، واروح عامل فرد هنا، واروح عامل فرد هنا. اصبح عندي النص اللي هركب عليه، هعمل لكم علامة تانية مش عارف هتبقى باينة في الكاميرا ولا لا، هيبقى من بعد خياطة الجنب سنتي وبنصص بالشكل دوت، فالنص هيجيلي بعد الخياطة مش على الخياطة، نص الكم اللي هو الفرد ده هيجيلي هنا. اذا انا لما هركب بالشكل دوت خياطة الكم على تقديم الكم امام، فهيجي معايا الكم قدام سنتي بالشكل دوت، مع التشريب اللي انا هعمله في الكم هيركب معايا الكم مظبوط 100%. وعشان خاطر تحكم على المعلومة دي صح او غلط، طبعا يعني كلنا بنجتهد وكلنا شطار، ومفيش مانع ان انت اي معلومة تسمعها انك تجربها بنفسك عشان خاطر تتأكد اذا كانت مظبوطة او مش مظبوطة. تمام؟ اتمنى ان انتوا تجربوا الفكرة ديت، وتقولوا لي اذا كان في حد عارفها يقول لي في التعليقات ان هو عارف موضوع تقديم الكم وعارف الاربع خطوات اللي احنا عملناهم دول. اللي عجبه الفكره برضو اكتب لي في التعليقات برضو اذا كانت الفكره كويسه او لا، واذا حد عملها هي طبعا كويسه بنسبه 1000000%، دي حاجه مجربها يعني. واذا حد عملها المره الجايه يكتب لي ان انا عملتها ويقول لي طلعت معاه شكلها ايه او عامله ايه. يبقى كده احنا اتكلمنا عملنا الباترون، واتكلمنا على اربع حاجات علشان الكم يطلع صحيح بنسبة 100%. يبقى واحد، نتأكد من جيرو، دوران جيرو الكم واخد شكل بيضاوي. اتنين، نتأكد من دوران جيرو الصدر مع الظهر. ثلاثة، تشريب الكم. اربعة، تقديم الكم سنتي. كده نكون عرفنا ازاي الكم بيركب شكل صحيح 100% ان شاء الله. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واتمنى ان انتوا تسيبوا تعليقات واقتراحات ايه اللي انتوا حابين تشوفوه او حابين ان انا اشرحه لكم، او اي معلومة عايزينها. ويا رب اكون ضيف خفيف عليكم. شكرا لكم، وانتظروني الحلقه الجايه واهم وادق التفاصيل في عالم التفصيل مع خالص تحياتي خالد سبيحه.